السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا شباب؟ عاملين إن شاء الله كله بخير. اللي مشافش الفيديو قبل كده نزل على القناة، وصلني الاكزوست تيبس اللي بيركب في الشكمان من ورا، أو اللي هو الديل بتاع الشكمان ده، كربون فايبر. أنا كنت وريتهولكوا قبل كده وحطيتكوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. دلوقتي إن شاء الله نشوف مع بعض كده فيديو التركيب بتاعه، لأن أنا الأول كنت حاولت أركبه بنفسي، بس الموضوع شوية طلع محتاج حد يعني يقدر هو يشتغل وفاهم فيه، لأن الموضوع فيه قطع، إن هو يحتاج يقطع عشان الشكمان يطلع ستريت ويطلع بنفس المنظر بتاعه. الإكسدام نفسه انتوا عارفين ده إكسدام الستاندر بتاع الفئة التالتة الستاندر، فلازم يعمل فيه تعديل، فقصه هو مظبوط وبتاع، فكان لازم أشوف حد إن هو يكون متخصص في موضوع الشكمانات ده وكده. انا فكرت بصراحة الاول الموضوع بسيط، مجرد ان انا هقص واركب الافيز اللي معايا دوت او الكلامب اللي معايا وخلاص، والموضوع هيخلص. ده شكل الديل او التيبس نفسه زي ما انتم شايفين كده. انا برضو يعني بحاول اساعدكم عشان انتم فاهمين ايه الفكرة من تركيبه، برضو حاولت بنفسي عشان تبقى انت عارف تقدر تركبه بنفسك ولا لا، يعني ممكن تقدر تعرف تركبه. انا معرفتش، او لقيت الموضوع فعلا اجهاد زيادة ومحتاج حد زي ما انتم شايفين مكاني تحت العربية وكده، زي ما انتم تشوفوا في فيديوهات دلوقتي ان شاء الله. طبعا هو بيركب لحام او بيركب افيس، اي حاجه من الاثنين، فانت شوف ايه اللي اسهل لك. انا بصراحه لما رحت بتاع شكمانات وكده خلاص شغال لحام اساسا، لانه اساسا قطع في الشكمان الاصلي وشال الديل بتاعه وركب الجزء ده. الفتحات زي ما انتم شايفين كده كبيره، مقاسها كبير، فلازم يتفتح في الشكمان ليها مكان كويس ويتفتح بشكل مظبوط، فكان من الافضل ان هو حد يعملها. الموضوع مش صعب شويه، بس يمكن ما عنديش مكان يعني. تمام، هتشوفوا دلوقتي الصور اللي موجوده للعربيه قبل ما اغير الاكزوست تيبس، نشوف شكلها عامل ازاي دلوقتي، وبعد كده تشوفوا في الاخر ان شاء الله. طبعا ده شكل الاكزوست تيبس، ودي صور بس انتوا شايفينها، وهوريكم دلوقتي شكل العربيه طبعا بالصدام المخبوط اللي 4 مرات تقريبا اصلح واعمل واتخبط الحمد لله. ده شكل بتاع الصدام، طبعا مشوه المنظر. هنا انا حاولت ان انا اعلم واقص بنفسي وبتاع، وفعلا قصيت جزء، بس لقيت الموضوع صعب فعلا، اضطريت رحت للورشه المتخصصه. ده الشخص ده من الناس المحترمه جدا، اسمه فؤاد، هو اللي عامل كل حاجه. عنده صبر وخلق كده بصراحه، يقدر يتعامل معاك بالراحه، بيريحك، يشوف انت محتاج ايه، طب شكله كده كويس، يعني بيفضل معاك للاخر، مش من الناس اللي هي متسربعه دي وعايز يخلص يعني. فبصراحه من الاشخاص المحترمه جدا يعني. هنصح اي حد في جده، في السعوديه، في جده محتاج يروح، هو يروح له، احط لكم برضو عنوانه او حاجته في الديسكريبشن. هو من الناس جدا الخلوقه والمحترمه يعني بصراحه. طبعا هو هنا بدا الاول يقص في الاكسدام نفسه عشان خاطر يقدر يركب الديل بتاعنا، ويشوف اذا كان هو اساسا هيحتاج يقص الماسوره دي، لان اساسا الديل ما بيدخلش طبعا، لان اللي جاي ستاندر من العربيه هو مخرج واحد، ده مخرجين. المخرج بتاع العربية حوالي 61 ملي، ده المخرج الواحد 76 ملي، غير المسافات اللي بينهم. فهو مبدئيا بيقص الأول، عشان بعد القص ده بيشوف الأول هيحتاج يدخل القطعة، ويشوف هيقص من الماسورة نفسها قد ايه. فهو طبعا ده قص بمقص بتاع صاج، بيقص بلاستيك كويس. طبعا ده بيركب القطعة خلاص، دلوقتي بيبدأ يشوف بس حتى الماسورة، يعني هو دلوقتي كل الفكرة ان هو يشوف الماسورة هتحتاج يتشال منها قد ايه. لكن لسه هنرجع للاكسدام تاني. طبعا هو دلوقتي ايه، بيشوف مقاس الماسوره اللي هيقطع منه، ويبدا دلوقتي القطع على المقاس اللي احنا محتاجينه بالظبط عشان خاطر القطعه تركب، وبعد كده يركبها ستريت. طبعا عشان هو هيركب القطعه ستريت زي ما قلت لكم، هيحتاج بس هو يركب جزء زاويه كده عشان يعدل الماسوره، زي ما انتم شايفين الماسوره نازله بزاويه. فانت لما تركب القطعه على طول، هي القطعه جايه ستريت من ورا، لما تيجي تركبها على طول بتبقى نازله لتحت، فهو لازم يركب لها قطعه صغيره يعدل بيها توجيه القطعه نفسها، تبقى خارجه من الصدام والاكسدام نفسه، خارجه على طول عادل، تبقى انت شايفها من بره شكلها مظبوط. فهو بيقطع بالطريقه دي بعد ما خد المقاس عشان يتاكد ان القطعه هتركب في الاخر شكلها مظبوط، تبقى راكبه مع الاكسدام شكلها في الاخر ستريت. طبعا دلوقتي خلاص هو قص دي القطعه الاخيره خالص، هناخد الديل بتاعنا نحطه، هيبدا يشوف باقي القطع اللي هو عايز يزودها شكلها عامل ازاي، مقاساتها بتاع، عشان يبدا يلحمها فيها وتطلع هي ستريب بالمنظر ده. دي القطعه نفسها او الزاويه اللي قلت لكم عليها، اللي هحاول يعدل بيها الشكمان. طبعا زي ما انتم شايفين في فراغات جايه في الشكمان نفسه،
في الماسوره بتاعته من الطرف كده من الاخر، دي كانت جايه عشان لما القفيز يركب تقفل على الماسوره اللي عندك. هو بيلحمها دلوقتي خلاص عشان ما يبقاش فيه اي فراغات في الشكمان نفسه، هي اللي تعمل تطلع العدم نفسه على العربيه جوه يعني. فكده خلاص هيبدا بقى خلاص يركبها. هوريكم شكل العربيه دلوقتي هيبقى عامل ازاي. دي الصوره اللي هي قبل خالص، كان شكله طبعا سيء جدا، ماسوره صغيره كده طالعه. دي الصوره برضو نفس القصه، عامل لكم زوم عليها. ودي الصوره بعد تمام. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان ان شاء الله تتابع الفيديوهات الجديدة معانا. طبعا الشكل بتاع الاكسنام دوت في الاخر انا بظبطه لسه عشان هو هيترش ويتعمل ويتظبط، وبعدين يتحط الجزء تحت كربون فايبر عشان يبقى باين شكل الاكزوست تبس كويس. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.